لازلنا مستمرين في موضوع الترمينولوجي والمصطلحات، ونبدأ في الشق الأول اللي احنا بنسميه كومبلمنتري جراف. كومبلمنتري جراف جاي من كلمة ايه؟ كومبلمنت. أنا كومبلمنت قبل ايه ولا لا؟ أكمل. فالموضوع كان بسيط، بيعطيني هو جراف معين زي هيك وبقول لي هات لي المكمل ده. يعني اذا كانت هذه اسمها الجي، طبعا عايزين احنا مين؟ جي بار اللي هو المكمل. ذاكرين نفس الاشاره حتى نفس الشيء. طب ماشي، هو ايش اليونيفرس تاعها؟ احنا خدنا المكمل كنا لازم نضيف ايه؟ اليونيفرس تاعها اللي هو كل الكومبليت جراف. خدنا موضوع الكومبليت جراف، تمام. يعني لاحظ معي هاي اسمها، هذول الجاهزين اللي بالاسود هان هذا الجراف، واللي بالازرق اللي هو المكمل، واضح؟ انما كله مع بعضه كومبليت جراف، كله مع بعض حيصير كومبليت جراف، هو نفس الشيء طبعا. فاحنا لو عايزين نجيب المكمل للجرافات شو حنعمل؟ طبعا هنوصل وصلات، يعني لازم نعمل زي هيك. طبعا هاي البي، هاي الـ A، هاي الـ B، F، E، هاي الـ C، تمام؟ هذول الفيرتسز. ايش كمان حنوصل؟ هنوصل هذول. طبعا ايش معنى كومبليت جراف؟ اتفقنا، ابدا من الاول. كومبليت جراف يعني حيكون عندي هذه، طبعا هذه موجوده، هاي الثانيه، الثالثه وين؟ هذه هي لازم نضيفها. وكمان تنساش هاي، لا تنسى الفيرتكس اللي هذا او الهيج اللي هذا. خلصنا، بنيجي على هاي موصوله مع هاي مع هاي، ناقصه عندي مين؟ هاي كمان هاي، صح؟ هذه موصوله، نيجي على الدي، هيك هيك هاد، عليهم كلها جاهزه. او بمعنى اخر قد ايش بدك هتصير؟ 5 دقري او 50، لانه عندنا هان 6، مش ممكن نوقف من هان. هاي 1 2 3، السي موصول اساسا، موجود على السي، وبعدين البي الاي، اعتقد انه هيك صارت ولا لسه؟ اي سي، وبعدين هيك وهيك السي، هذا تمام 5 عليهم كلهم، نعم بالضبط. الان طبعا الكومبلمنت، طبعا احنا نشيل الرسمه بالضبط، الرسمه اللي هان الان هذا هو ايه؟ هذا الكومبلمنت، فاهم عليك؟ هذا هو ايش؟ الجي جراف المكمل تاعه. لاحظ معي وبقول لك هنا في موضوع المكمل اللي فقط مين الكومبلمنت اللي هم الايدجز؟ طبعا احنا نلعبش في الفيرتسز، الفيرتسز زي ما هم، بس اللهم ايه؟ ايش هم الايدجز اللي احنا لو ضفناهم على الجراف حيصير عن ايش؟ كومبليت. هاي معنى المكمل. طيب بايبارتايت جراف، شو يعني بايبارتايت جراف والابليكيشن تاعته؟ الفكرة تاعته نوع الجراف هذا انه بيسمح لي انه يكون عندي، يعني مثال زي هيك، يكون عندي هذه الست وهي الست الثانية، تمام؟ لاحظ المجموعتين هذول انهم هذول مربوطين مع مين؟ يعني كل واحد مربوط بالمجموعة الثانية، لكن ما فيش عنصر مربوط في داخل المجموعة. يعني ما فيش عندي ايدج يكون من هان لهان، ما ينفعش. إذا صار عندي ايدج هنا بطل اسمه ايش؟ بايبر تايب اللي هو جراف. طيب معنى الكلام هنا، طبعا هو في نهاية انه في عندنا نهاية العادي والنهاية الكومبليت. خليني انا اجيب لك انا الرسمة، انا سبتها عشان انا بدي لك انا اوضح لك الصورة، مش موجودة معك في السلايد، بس احنا ضفناها عشان افهمك ايش معنى بايبارتايت جراف. السؤال بنسال هنا، هل هذا الجراف ممكن يكون بايبارتايت جراف ولا لا؟ وليش؟ طبعا هنا في خوارزميه اسمها كلرنج تيجي تلون. فايش بقول لك هان؟ موضوع بسيط. احنا نيجي من اي اول فيرتكس. طيب بس هذا الفيرتكس شو لونته انا؟ ازرق. تمام؟ النيبرز تاعينه لازم يندهنوا لون ثاني، الاسود، هاي الاسود. هذا النيبرز تاعه، هاي واحد، معي؟ معي سميتها هون ولا لا؟ ماشي الحال، بعدين عندي هذا اللون اللي هو ايه؟ اسود. والنيبر اللي هاد برضه ايه؟ اسود. ايش كمان؟ بس. الحين الاسود هنا اللي هيك النيبرز تاعينه لازم يكونوا ايه؟ ازرق. ازرق.
فاجي بتطلع عندي هنا ازرق صح؟ وعندي هنا ازرق وتحتيها وحتى المعنى ليش بالضبط وهذا ازرق وانا ما تعرفش. فبالتالي انا مدام وقفت زي هيك نعم فيش مشكله عندي هذا اسمه بايبر دايجرام لانه ما تعرفش يعني لاحظ معي هاي الازرق بكون بين اسودين والاسود بين ازرقين دائما وابدا. لكن مثال لو كانت عندي الوصله هنا زي هيك بنفعش بطل بايبر تاتيجراف بطل ليش؟ لانه بنفعش يكونوا انا اثنين فيرتسز ادجيسنت وليهم نفس اللون بنفعش. طيب فرضوا ايش معنى الكلام هذا؟ خلينا نعطي لك الان. طبعا احنا هذا شفنا انه هذا بنفع يكون بايبر تاتيجراف. طيب طبعا معي حاجه انا ارسم لك او امسك اللي هو السلايد هنا هيك بس انا ارسمها زي هيك. انا بتعامل لك الان الكرنج اللي بحكي عنه هذا اللون اللي هناك لو بدها لون وين الكرنج تمام ازرق نعم عايزين لون اللون الازرق هاي لون الازرق خلاص الادجيسنت عليها هل بعملها باللون اسود وخلينا اثنين الان طبعا هذا بس شو عمل هنا برضو أسود تمام أسود أنا عمل أسود مين كمان أديسنت على الزرقاء اللي فوق أيوة هتصير عندي أسود خلصوا خلصوا تمام الآن بدي أرجع على السود هاي اللي هان لازم يكون النيبرز تاعها لونهم زرقاء أسود هاي أول واحدة هن النيبرز تاعها زرقاء صح تمام بدي أرجع على هذا شو عملها هاي أزرق هذا بدي أعملها أزرق نيجي أنا هيك نعملها باللون الأزرق أي واحد شو كمان تحتيها اللي هو اللون الأزرق هاي الأزرق وبعدين الأخيرة هي أنا برضو أزرق إيش أدنى مشكلة برضو شو معناته معناته إن أنا بقدر أفصلهم كمجموعتين يعني بقدر الآن هاي معناته مدام هي ظبط معي أصبح في إمكانية أفصلهم هاي مجموعتين وهذا اللي باللون الاسود او الازرق هاي الصوت الاسود اللي هان كم واحد اسود عندنا ثلاثة وهنا حيكون بقدر افصلهم وهنا اربعة اللي هم مين وهدول موصولين بطريقة معينة زي هيك فاهم علي لكن هدول ما لهم مش دعوة في بعض تمام اي معنى ايش نعمل هنا ليش نحط نفس الازرق ممكن نيجي الان هاي اللون نفس الاسود ده هيك هاك شايفين واجي هيك الأسود برضو بيجي هيك وهذا الزرقة بيجي وين ولا نرجع وين على الدنيا نيجي هنا بدك توضح الصورة تمام هيك أنا قدرت أما لو هديك مكان ما ضغطش معي طبعا إحنا هذا بتقعد هو الفكرة بشو الرسم فمضطر نرسم لك إياه زي هيك بنفعش طبعا انطباع مش هتفهم علي فإنما هذا الصورة هيك فانقسم الآن نقطتين مشكلة واضح معك؟ هدول الأسود اللي هان ما فيش إيدج بينهم وهذا الأزرق اللي هان فيش إيدج نعم فبالتالي هو إيش؟ بايبر تايجراف لما نطلع المثال الثاني اللي هان نفس الفكرة تعال نطلع إحنا مش هنعرف لازم نسوي الخوارزمية تاعت الكلر أجي أبدأ من أول منها هاي عندنا اللون إيش؟ مونا جروب ثاني بس نيجي على هاي شو نختار لون الدمنية برضو مثلا هاي اللون الأزرق كان الأجهزة أنت اللي عليها حيجي هنا إيه؟ أسود بس خلينا نعطي لك في هذه فهاي هنا كمان المرة إيش؟ بايبر تايج صح؟ تمام أنا عايز أعمل تراجع الآن في نقطة اللي بوصل لك إياها لسه هاي الرسمة تاعتنا صح؟ تخيل إنه لو أنا كان في عندي إيدج من وين لوين؟ اجي عندي من هان نعم مثلا كان عندي من هان لهان طبعا بنفعش مزبوطش معي فيش امكانيه يكون عندي هذا يكون ايش؟ بايبر تايجراف بنفعش ليش؟
لانه طلع الاثنين هدول اقول لك انا هسيبك اياهم وبدي احاول اعملهم كمجموعتين مفصولات عن بعض زي ما توع منه. يعني هات اللون الاسود هيك، هذا بالضبط مثلا زي هيك، والاسود اللي هان، والاسود اللي هان، والزاويه تجي معنا هيك فاهم علي؟ بعدين نيجي هنا هيك ما ضبطش معي. ليش ما ضبطش معي؟ لأنه دير بالك ايش صار معي؟ كان في خلل. ناقصين في بعض. ايش كان شرطنا؟ لأنه باعتبار هذول كان نفس المجموعة فرضا، يعني هذول احنا نتعامل معهم. هذول كلهم مجموعة على حال شايفهم. أجي أحاول أشيل لك إياهم أنا هيك. شايف؟ صار بينهم تقاطع داخل المجموعة نفسها، وهذا كلام ما بينفعش. فهذا الخط اللي هنا والذي اللي هنا خلال إياه فيش إمكانية يكون إيش بايبارتايتر. نطلع الرسم اللي هنا بغض النظر قديش حجمه، لكن لو اتبعنا الخوارزمية بيصير الموضوع سهل. أكل على السريع. نيجي هنا مثلاً على اللون، طبعاً تبعنا اللون أي لون بلوك. هاي الأزرق تاعنا. وبعدين هنا حيكون عندنا هذا اللون أسود اللي هم الجنس اللي عليه، وهذا اللون أسود. في كمان في غيره؟ لا. الآن الجيسنت على الصوت شو حلونه هون؟ أزرق. هذا أزرق واضح؟ أنا عمل هذا اللون الأزرق. إيش كمان؟ فوق كمان زرقة صح؟ وإيش كمان؟ وهذا زرقة لأنه هذا الجيسنت على الأسود صح؟ تمام. أي أنا اللون الأزرق خلصنا ولا لسه؟ خلصنا صح؟ نيجي الآن على هاي، هذا الجيسنت على الأزرق شو هتكون؟ أسود. نعم هتكون أسود. واللي هذا الجيسنت على هاي برضه هتكون أسود. واللي فوق هنا هتكون أسود. هاي تمام؟ طب هذا شو هنا؟ أزرق أزرق. ضبطت معنا يعني؟ نعم ضبطت معنا هذا بايبارتايت إفراح. فيش عندنا مشكلة. لو طلع لو كان لو وجد عندنا إحنا مثلاً الإجهار على سبيل المثال طلع حيضيف لك إياها لو كان موجود هان بنفعش. لانه صار انا عندي تنتين متجاورات اللي هم هاي وهاي نفس اللون بنفعش، فبالتالي بطل عندي بايبرتايت. حتى التعريف اللي هو ايه؟ اذا نرجع للسلايد تاعتنا انا موضوع دربانه كثير مهم رح ادور عليه في الابلكيشن تاعته وين استخداماته. طبعا نفس المثال اللي حكينا طلع كيف؟ مين باسمه هلا مجموعتين، ولو تقرا ايش التعريف حيكون عندنا ايش؟ الواضح. هدول النظام اللي هنا بدنا نسميه كومبليت يختلف. ليش كومبليت؟ الكومبليت هنا انه كل واحدة من هان زي الكومبليت جراف، كل واحدة من هان لها خط مباشر مع هدول كلهم، لكن لو نفرض انه هذا مش موجود بطل عندي كومبليت بايبارتايت عادي، يعني في عادي في الكومبليت واضح؟ هن نفس الشيء، هن نفس الشيء بغض النظر قديش انا عندي، يعني طلع انا عندي هذه بتعمل هذه الست وهذه الست، لكن هذول الست اللي بنفس المجموعة مش أجيسن، بل هم مش خط مشترك، وهذا نفس الشيء، بغض النظر كبر أو صغر، وهذا نفس الشيء، طلع كيف؟ هذه مجموعة لحال، وهذه مجموعة لحال، وأحياناً بعض الأمثلة بيجي بيقول لك تعال أنت لو جبت خط قطعت زي هيك، ومحيت الخطوط بالمحل كلهن نعم، ما يبقاش ولا خط، عندنا بس هون الصورة واضحة. هذا اللي هو تعريف الجراف اللي هنا، الأبلكيشن تاعته حتشوفوه في موضوع الميت، للروميت، السليكشن، لموضوع الزواج، المارج، إلى آخره، لأنه هذا برضه قلت لك بيستخدموا نظام خوارزميات وبرامج. واضح شو معنى بايبارتايت جراف؟ طيب. نيجي على حاجة اسمها جراف ايزومورفيزم. جراف ايزومورفيزم باختصار لانه هذا الموضوع طويل. الاشكال اللي احنا باعتبار ان هذول جراف لو انا صورته من زاويه ثانيه هتختلف الرسم. طبعا هذا مش واضح لانه مرسوم لك على 3D، بس لو جبت لك انا شكل يعني مثلا مرسوم هي يعني اطراف مثلا الشكل هذا جبت لك اياه زي كمكعب اطراف مكعب وقلت لك صور من الزاويه هاي بعدين عملت هيك صور من الزاويه هاي بيختلف منظره بيختلف انما هو نفس الجراف بس تم ايش؟ صور من زاويه ثانيه. وهذا الموضوع طبعا جار شكل وموضوع مهم بالذات هذا في موضوع
يعني الاجزاء اللي بيشوفوها مثلا من الكاميرا او مكان ثاني بيفحصوها بيطلع المولكولز. شو يعني المولكولز؟ الجزيئات بتاعته صح كيف موصلين مع بعض. فالسؤال هنا هو هيشوفه بنو زاويه، فاهم علي؟ يعني بنو زاويه هيشوف، كيف بده يعرف؟ يعني كيف الحاسوب بده يعرف انه هذا وهذا نفس الشيء؟ الحاسوب سهل يعرف لما بكون عندي نظام 3D، بس لما يكون 3D الموضوع صعب لانه قابل ان فمفهوم كلمة ايزومورفيزم لما بتشوفها انا معناها انهم هذول الاثنين هم نفس الجراف، لكن ديمي لوك ديفرنت، ممكن هم يبدو انهم مختلفين. يعني طلع الجراف اللي هان والجراف اللي هان ايدنتيكال نفس الشيء، بس اذا حد ما بتطلع بتصدقش، بس انما هو ايه نفس الشيء. فلما يكونوا هم نفس الشيء احنا هنسميهم ايه؟ ايزومورفيزم. مثال ثاني، لما بعطيني مثال زي هيك، طبعا هذول هم الفيرتسز وهذول هم الايدجز، هذا الرسم وهذا الرسم برضه ايه؟ ايزومورفيك، نفس الرسم نفس الشيء. يعني لو كان عندنا هذا مثلا اسمه كربون، هذا حيطلع عندنا برضه ايش؟ كربون، مع انه مبين انه بيختلف بس من وجهه نظرنا احنا، فاهم علي؟ فمفهوم كلمه ايزومورفيزم انهم ايش؟ هم ايدنتيكال نفس الشيء، لكن هم مبينين انهم مختلفين. طبعا موضوع هذا موضوع معقد، وهذا بيعتبروه من الاوبن بروبلم، المشاكل اللي حتى الان ما انحلاش، لانه هذا بياخذ وقت هائل جدا لعملية تحقيق ومتأكد انه هذا وهذا نفس الشيء. لسه الصعوبة مش شان الصعوبة انه اجي اقول لك اعطيك جراف معين زي هيك على سبيل المثال زي هيك، واقول لك هل هذا الجراف، هل هذا الصب جراف، ايش اسمه؟ اخذناه كلمة صب جراف ولا لا؟ هل هذا الصب جراف من هذا ايزومورفيك؟ يعني بمعنى هل هذا، هل في صب جراف ينتمي لهذا الجراف ايزومورفيك مع هذا الجراف ولا لا؟ يعني صار الموضوع انا بقارنش بين اثنين، صرت انا بقارن انه يكون في، هل في صب جراف هان يكون ايزومورفيك مع هذا ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ تمام. هذا موضوع هتعمل عنه بحث عنه، لانه موضوع عميق ومعقد لكنه مهم جدا. انا بساعدك من كل الموضوع تفهم شو معنى كلمه ايزومورفيك وين الابلكيشن تاعك، وهذا نزل اللينكات وروابط الى اخره لتاخذوا فكره عنه. سؤال طيب، نيجي على نكمل مع بعض في موضوع الترم ونطلع لحاجه اسمها اويلر. اويلر طبعا هذا اسم العالم، وهو يعتبروه اساسا الفاذر اوف جراف ثيوري، هذا الاب تاع الجراف ثيوري. وفي عندنا نوعين من الاويلر، في الاويلر باث واويلر سيركل. التعريف هنا بسيط، هنا جراف. الاويلر باث معناته هو باث، شو معنى باث؟ معناه مسار، معناها ايه؟ مسار. يوزنج طلع كيف انا التعقيد وين؟ عايز يستخدم افري ايدج، يعني حيمر حيعمل ترافيرس او يزور كل ايدج في الجراف كم مره؟ اكزاكتلي وانس، مره واحده فقط. مثال يجي بقول لي هان، يعني نطلع الجراف اللي هان، هل انا في عندي مسار باث؟ هل يوجد في الجراف هذا مسار او باث؟ بقدر انا اعمل ترافيرس او ازور كل الايدجز مره واحده. فبيجي هو مثلا من هان، هاي نقطه الانطلاق بنسميها، وبيمشي مثلا زي هيك، بعدين هيك انا غطيت البلد، مين مشيت على الايدج؟ اعتبره كوبري على سبيل المثال، والايدج اللي هان، بعدين رحنا هيك غطينا هاك، بعدين رحنا هيك، بعدين جينا هيك، بعدين جينا هان، وبالتالي عندي ظبط. ليش؟ لان انا هيك انا زرت كل مين؟ كل الايدجز اللي في الجراف اكزاكتلي وانس، مره واحده. لكن تعال احاول هان، نيجي مثلا زي هيك، هبدا من هان، تعال امشي هيك مثلا، امشي هيك، طيب هيك انا مشين هيك، وانا اروح عدل، وبعدين ما ينفعش، لانه لا انا همشي على الاقل، لانه في الاخر هاي المحطات اللي عند الشرطه برا، هو الفيرتكس ما بيظبطش، حضطر اني اعيد وين؟ على واحد من هدول، هذا ما ظبطش. هذا الجراف فانا كان مر بي اويلر جراف، فيش امكانيه انه ان يكون موجود هنا اويلر باث في الجراف هذا، لكن مثلا هان ممكن، بس هو بديلي هان على سبيل المثال A C D D D، بعدين هيك، بعدين هيك، بعدين جينا هان. لاحظ معي انا بديت من وين؟ من هان، وانتهيت وين؟ من هان. لكن في الرسمه هاي انا بديت من هان
وانتهيت من هان. صح ولا لا؟ اذا لاحظت هندير بالك هذا اسمه سيركت، هذا اسمه ايه؟ لكن هذا اسمها باد، هذا اسمه اويلر باد، لكن هذا اسمها اويلر سيركت. باد يعني مفتوح، لكن لما سيركت مغلق، بمعنى النقطة اللي بديت منها لفيت زرت كل القطاع كل الإيدجز ورجعت على نفس النقطة بنسميها ايه؟ اويلر سيركت. لكن لو انا بديت من نقطة وانت زرت كل الإيدجز مرة واحدة فقط في الجراف ورجعت صفيت عن فيرتكس تاني هنسميها ايه؟ اويلر باد. القانون ايش بيقول؟ طبعا هو الاويلر انا قاعد يخترع شو القانون، فبقول لك طلع معاها. اذا كان عندي وجد تو فيرتسز هاف اوت ديجريز، يعني اوت ثرد بالضبط. اذا كان عندي في الجراف فقط قانون تاعه، يعني كيف تعرف انه هذا اويلر باد ولا لا؟ تطلع على الجراف اللي هان. اذا موجود فيه انا فقط تو اوت ديجري، يعني مثال هنا كتبت ديجري هان 3 وهنا كم؟ 3 وهنا 4 وهنا 3 وهنا 3، يعني اكثر من في 3 في 4 فيرتسز الديجري تاعته مود، مش اود 3 عدد اود ولا لا؟ لكن تعال تطلع هاي الديجري تاعت هاي كم؟ 3 وهاي 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 3، يعني هنا فقط في 2 فيرتسز هذا هم شايفهم الديجري تاعته مود، هذول بكون واحد منهم نقطة الانطلاق والثاني هو نقطة مين؟ الترمل أو النهاية. هذا الجراف لازم يحتوي على اويلر باد. واضح؟ طيب هذا بالنسبه للقانون تاعه اذا كان عندي انا بحكي على اويلر باد. اويلر باد لكن تعال نشوف المثال الثاني، هذا اللي هو الشق الثاني الاويلر سيركت. على فكره هو جاب نفس الرسم هايها، الشق الثاني اسمه هذا اويلر سيركت داير، يعني نقطه الانطلاق هتطلع من فيرتكس معين وهتزور كل الايدجز اللي في الجراف ترجع نفس النقطه وهترجع على نفس الفيرتكس، بنسميها هذا ايه؟ اويلر سيركت. هاي تعريفه ان اويلر سيركت از اويلر باد، هو نفسه اويلر باد لكن ايش؟ ريتيرن تو ايش؟ لنقطه البدايه. هاي معناها فالقانون تاعه بيقول لك انه لازم يكون كل الفيرتسز ايش مالهم؟ كل الفيرتسز شو الديجري تاعتهم؟ زوج بالضبط. نيجي نطلع هان كم الديجري هنا؟ وهان وهان 4 وهان وهان 2. لاحظ معي الديجري تاع كل الفيرتسز زوج، فبالتالي هذا يحتوي او هذا عباره عن اويلر سيركت. نيجي هان هاي الديجري تاعتها كم؟ وهاي وهذه 4 وهي 3 وهي 3، هذه لا يمكن تكون عندي اويلر سيركت. ليش؟ لانه مش كل الفيرتسز زوج ايفن ديجري، مش زوجي الديجري تاعته بتكون ايفن على الزوج. لكن نطلع هان هذه 3 وهي 3 وهي 4 وهي 2 وهي 2، برضه نفس الشيء، هذا فيش امكانيه يكون عندي هان اويلر سيركت. ليش؟ لانه كمان مره مش كل الفيرتسز الديجري تاعتهم ايفن. فايش الفرق بين اويلر سيركت واويلر باد؟ اويلر باد انا بقول لك انه فقط في عندي تو فيرتسز الديجري تاعتهم فرق، لكن الاويلر سيركت بقول لك لا كلهم لازم يكونوا ايه؟ زوج، الديجري تاعتهم زوج. واضح؟ مثال هنا هذا اكسرسايز وقت نحله ولا لا؟ مش مشكله، اول تحاول هو محلول على كله. الان هذا الرسم عندنا كبرت شوي. لو نجي نطلع هنا انا ممكن نبص على القانون، عايز اقول لك هل هذا ممكن يكون اويلر باث او اويلر سيركت؟ فبنجي نطلع نحسب الديجري تاع كل فيرتكس، هذه كم الديجري تاعتها؟ 2 وهاي 4 وهاي 4 وهاي 2 وهاي 4 وهاي 4 4 4 وهاي 2 2. شو بتفهم؟ سيركت. نعم هذا اويلر سيركت. ممكن نبدا من اي نقطة، انا مفيش داعي نبدا، مش عارف بس تخربط انا يعني، بس يمكن لها محاولات، ممكن لو فينا هيك الى اخره حتقول تلف، يعني نمشي مع المسار هذا زي هيك، شايف هاي ايه هنا وانتهى من ايه وحل، هتلاقي اقول لك تعال نحله هنا. وين ايه هنا؟
هروح على مين؟ بي. هاي ايه وهروح على بي. عادي. بعدين دي. عادي جينا هنا بعدين هاي الجي هنا هاي. هاي الجي ايوه. طيب اتش. وهاي الاتش بعدين فوق. هاي فوق. تمام بعدين هاي نزلنا بعدين وين الاتش؟ اه هيك طيب بعدين كي بعدين جي رجعنا هاي بعدين اف اف بعدين دي دي ضلك ماشي عادي ضلك ماشي عادي دي اه دي 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 انا هيك طيب سي هذا ما عملناهاش الاول لا هذا هيك بعدين بي بعدين اي اي ارجع هيك اف اف اي بعدين اي ايه تمام بده شوية محاولة بس انما يعني كان في سؤال بنسأل انا لا اذكر جيدا بس هو كان حاجة زي هيك اعتقد وليش نقول لك تعال هاي القدر بدل ما ترفع ممكن ترسم تعمل زي هيك زكريا ممكن انا احل السؤال دي هتقول مباشر يعني لو زي هيك ايوه زي هيك هل ممكن انا يكون هو ايش السؤال بيقول ممكن انا ابدا من فيرتكس صح؟ اه والف امشي ارسم الرسم كلها من غير ما ارفع القلم يعني هعمل انت هتعمل يعني تزور كل الانجز هاي معناها راح ترسم هنا هتزورهم السؤال انا هذه ثلاثه وهاي وهي ثلاثة وهي ثلاثة وهي اثنين فيش إمكانية لأنه هذا لازم فيش إمكانية ليش فيش إمكانية؟ لأنه هذولا عندي أكثر من اثنين الديجري تاعتهم أول يعني ما هو أولر باك ولا أولر سيل واضح؟ لا بتظبط لكن تظبط 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 يعني لو جينا هيك لازم نعمل هيك هم عارفين في الواجب بنكون بعد كده طيب بده من عابس بيلعب نيجي على مين؟ هاملتون سيركت وبات انتبه معاك انتبه معاك هاملتون برضو عالم تاني اسم عالم تاني بس انا هو شكل بدور على ايش هو اللي معنى فيه مش يزور طلع الفرق بين اويلر وهاملتون دير بالك هم الاثنين اللي هم هاملتون بات وهاملتون سيركت لكن تعريفها انا بقول لك هاملتون بات هو عبارة عن بات ماشي نفس البات which visit every year لكن هناك إشكال إيدج يعني هو غاد إنك أنت تزور كل الإيدجز تغطي كل الإيدجز لكن هاد بدي يزور مين بس الفك إكزاكلي وانس طبعا البات أنا معناته إنه نقطة الانطلاق تختلف عن نقطة النهاية هاي البات السيركت أنا هيكون عندي نقطة الانطلاق هي هترجع على نفس نقطة البداية طبعا الموضوع أنا كتير معقد ملوش قانون أول مرة غاد عمل قانون طلع لكن هاملتون لا فيش إمكانية والموضوع صعب جدا بدرش تعب يعني مثال هنا هذا موضوع محاولات ما فيش قانون بيقول لك على سبيل المثال لما بكون الديجري تاعت هدول كيف فهو هاملتون سباس أو سيركت ما فيش الموضوع بيختلف هذا كله مبني على موضوع محاولات لكن مثال هنا بوضح أنا أوضح لك الفكرة فقط نيجي على الجي واحد بقول لك هاز هاملتون سيركت اللي هم مين بدأ من وين ايه هاي ايه طبعا بدور على مين دربالك على الفيرتكس مش الايدج لكن دربالك في الرسمات اللي فوق بتاعت اويلر كنا احيانا نزور الفيرتكس اكثر من مره لما يتقطعوا مع بعض هذا كلام ما بنفعش بنفعش نستخدم وين عند هاملتون فنيجي انا من ايه بي على بي وين بي هاي بي سي بعدين هاي سي دي دي بي اي بعدين نرجع نفس النقطة ممكن نرجع نفس النقطة عشان نعتبرها ايش؟ سيركت مفيش مشكلة لاحظ انه هو غطى مين؟
الفيرتسز انما ما بيعنينيش انا اغطي مين هذا هو الفرق بين هاملتون وأولر نيجي نطلع هان فبقول لك A, B, C, D. هاي A نعم هذه A B هذا سهل C D لكن انما هذا هو غطى هذا اسمه هاملتون باك نقطة البداية من هان نقطة النهاية تختلف احنا بنسميها هنا هاملتون باك هانا بقول لك مع المحاولات مش ضابطة معها اعتقد يجي ثلاثة اللي هنا بنفعش قد ما تحاول على الفاضي يعني لو جينا هنا هيك وجينا هنا هيك طيب هيك هيك هنيجي هيك ونروح هيك ما غطنا همش لو انا هضطر ارجع بنفعش انا هعيد الايدج والاهم من هعيد الفيرتيس بزبطش معي هذا الجراف انا از نوت هاملتون لا سيركت ولا باك طبعا الموضوع ده بالك ما فيش قانون واضح زي اولر ما فيش بالتالي هذا الموضوع معقد طبعا الموضوع كان سهل بس تخيل انت يعني مثال زي اللي فوق هذا عندي هنا جراف او الجراف ضخم طبعا بدك تفهم كثير بس بيجي على الدور مين هنا الحاسوب كيف الحاسوب بده يعرف انه هل هذا يحتوي على هاملتون ولا لا فالموضوع مش سهل يعني انت لو بدك تحاول على جراف صغير ماشي الحال بس جراف ضخم زي هيك كيف بدك تحاول فيه موضوع كثير صعب طيب نيجي على موضوع السبانينج تري كده معايا لانه هذا الشخص بده ندخل شوي في الخوارزميات او العمليات على الجراف السبانينج تري كلمه التري احنا مرت معنا المحاضره اللي فاتت واتفقنا ان التري عباره عن جراف وذات سايكل فيش في دائره او سايكل في الجراف كده على بعطيني مثال هان عشان يفهمك شو يعني سبانينج تري هذا الجراف اللي عندي الان تري ولا لا مش تري ليش هو السؤال هذا شو قانون التري قانون التري قلت لك انه عدد الايدجز بيساوي عدد الفيرتسز ناقص واحد لا يحتوي على سايكل لكن هنا تعال طلع هاي في سايكل وهاي في مليان سايكل اتس نوت تري لكن نحن ممكن نطلع منه سبانينج تري سبانينج تري اللي هم مين الصب جراف لاحظ الكلمه هذه مرت علينا وكلمتكم انت مرت علينا المصطلح اللي حكينا عنه المحاضره اللي فاتت بنبتدي يعني متصلين مع بعض وعايز يكون عندنا ايش صب جراف انا عايز اطلع صب جراف من هان بعايز انه يكون تري مثال النوع الاول زي هيك لاحظ هذا الجراف والجراف هذا الجراف صب جراف ها من الاصل من مين من هان صح لانه هو جزء منه نفس الفيرتسز طبعا بس قل عندي مين الايدجز لكن دير بالك هذه تري هاي نوع ممكن اعمل تري ثاني من وين من هاي يعني ممكن اجيب كمان سب جراف ثاني من الرسمه هاي فاهم علي ويكون برضه تكون تري يعني هذا وهذا نفس شايف انا مستخدم الايدجز اللي هنا ما حدش يجي يقولها شايف كيف الرسمه مستخدم هذول قائمين انا بحطش انا ايدجز من عندي من اللي موجودين هنا انه جزء منه هل نفس الشيء صب الثاني